اليوم في اتجاه دولي وخصوصا فرنسا لصير بدعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، هل هيدا الشيء بيعني انه بهالحالة ستصبح حظوظ سليمان فرنجية صفر؟ هلا انت ما بعرف من وين جايبه معلوماتك، بس اول شيء نحن اذا هيك صار تدخل خارجي بالتفاصيل اللبنانيه، لا بظن الفرنساويه بيعملوها، والفرنسيين هي دوله صديقه للبنان وما بتسمح لحالها اصلا تملي علينا شو بدنا نعمل. اليوم الفرنسيين اكيد الى جانب لبنان بعده مؤتمرات انعملت منذ الطائف لحديت هذه اللحظه، وهن اليوم الى جانب لبنان وهن بادروا عده مرات، ولا مرة بالمبادرات اللي طرحوها الفرنسيين كان في شكل من الأسلوب أو الطريقة أو اللي أنت عم تحكيها بيها. من حكى بتسوية بعد الأعياد على قائد الجيش، خلينا ننطر بعد الأعياد ونشوف شو بده يصير. أنا بقول لك شغلة وحدة بسيطة كتير، إذا اليوم وصلت التسوية لقائد الجيش شو بيكون تغير بالبلد؟ شو بيكون تغير؟ يعني الأزمة اللي نحن وصلنا لها هي اللي نتيجة تراكمات عمرها 30 سنة، هذه الأزمة جزء كبير كانت نتيجتها تسويات مثل التسويات اللي أنت عم تتفضل تحكي عنها، وأنا بظن الشعب اللبناني مل من هذه التسويات، مل من غياب مرشحين فعليين لرئاسة الجمهورية، والتسوية كل مرة بتجي بالبلان بي. بلان بي يلي عم يكون هو كل مرة قائد الجيش يلي بنحميله صورته بنحميه عمدى 6 سنين. نحن ضد كل مرة نوصل لمحل ما في رئيس جمهورية بكل الطائفة إلا رئيس الجمهورية اللي بدنا نعدله الدستور. اليوم اللي بيحب يترشح رئيس جمهورية وعنده منصب بالفئة الأولى مفروض عليه يقدم استقالته قبل بسنتين، يقدم برنامج، وإلا نحن حنعلق بنفس الدوامة، وقال نحن حنرجع نفوت بموظفين من الفئة الأولى عم يشتغلوا سياسة يلي كان بالحاكمية مصرف لبنان أو بالقضاء وبرئيس مجلس قضاء أعلى كمان محلات عم ينغار يكون مرشح لرئاسة الجمهورية، ومش عم بحكي عن حدا، أنا مش عم سميلك بالأسامي، أو بقيادة الجيش. وهذا الشيء وقتا نوضع الدستور ما نوضع بشكل عبسي أو عن عبس، نوضع لأنه بيعرفوا أهمية أنه هؤلاء الأشخاص يكونوا عم يشتغلوا بالمناصب يلي هن موجودين فيها، يلي هي مناصب لا تقل أهمية عن أي منصب تاني سواء كان رئاسة الجمهورية أو أي وزير عنده سلطة تنفيذية بالدولة. لذلك نحن نعتقد أنه تعديل الدستور يلي كل مرة بنوصل له كملجأ لأنه مش قادرين ناخذ قرار، بنروح نلجأ لأي موظف من الفئة الأولى، هذا شيء اعتادوا عليه اللبنانيين، ولكن إذا ما غيرنا عوايدنا ما حنغير النتائج يلي بنحصل عليها بأي انتخابات رئاسية. لذلك أنا بقول وهون فعلا جارات يعني هالفيديو شوفوه كتير من اللبنانية، خلص بقى نوصل لمحل اللا قرار وعجزنا عن اتخاذ قرارات، منروح مننقي القرار يلي ما بيغيرش، يلا يعني من عم نمدد للحال اللي نحن موجودين فيها. ولكن انا بقول لك نحن عندنا مرشح، نحن عندنا بلان ا، ونحن ماشيين على بلان ا، ونحن عندنا رؤيه كتير واضحه لكيف بدنا نطلع لبنان من ازمته، اولا السياسيه وثانيا الاقتصاديه، لانه بالبدايه لولا ما في ازمه الاقتصاديه اللي عم بيعيشها البلد هو نتيجة الأزمات السياسية المتكررة اللي مرقنا فيها. ولكن أولا نحن نحل الأزمة السياسية، ثانيا الحل الاقتصادي ما بطل بسحر، يعني قلنا 3 سنين علقانين بهالمستنقع هيدا الأزمة، عم نترك الأزمة تدير حالها، وقت الأزمة بتدير حالها أساوتها على الناس والأساوي والمرورة على الناس عم بتكون أصعب بكتير من وقت الدولة بتتدخل تجرب اضطري الأزمة يلي عم تمرق على لبنان. هذه الأزمة صحيح ما افتعلت ولا ما كانت بن ساعتها، هي عندها تراكمات، ولكن واجب الدولة كان بهذه المرحلة يجرب يخفف من وطئتها على ظهر موظف القطاع العام، على المدارس، على الجامعات، على القطاع الطبي والاستشفائي، على موظفي القطاع العام يلي اليوم أصبحوا على الحديد
هيدا الشيء اللي ما شفنا شيء منه. كانت الأزمة هي عم تدير حالها ونحن ماشيين وراء الأزمة مش ماشيين قدام الأزمة عم نعرف نديرها. لذلك هون برجع لك عنا أزمة سياسية لازم نحلها تنقدر نحل مشاكلنا يلي صارت واضحة والحلول تبعها أصبحت شارقة مثل الشمس. بحال بكركي دعيت لحوار مسيحي رح تلبوه؟ ولا مرة بكركي دعيت لحوار نحن ما شاركنا فيه. منشوف بناء على شو بتدعي لحوار. يعني في بعض الناس اليوم تنقول التيار الوطني الحر طلع عرض هيدا الشيء على بكركي. إذا تبين أنه هيدا الشيء عم ينعمل بناء على طلب من حزب ولا كذا. ولكن أنا ما بظن حدا بيدعي على بكركي إلا سيدنا البطرك. وقت سيدنا البطرك بيدعي نجتمع نحن ومناخد القرار المناسب. ولكن أنا بقدر أقول لك ولا مرة دعي فيها البطرك لحوار ونحن قاطعنا. في تواصل مع تيار الوطن الحر؟ خلص بقى بدك تتركي شيء. في تواصل مع التيار؟ لا بدي أرد علي وبدي أمشي. وين رح تعيد؟ شو؟ وين رح تعيد؟ تعيد مع عائلتي بالبيت. وين بدي أعيد؟